الله. كراس ليه؟ انت مفروض يا اخي انك تتمنى لي الخير. فوق يا عبد الحميد، هم عايزين يضربوني انا بيك، انت مش مهم عندهم. لا مهم، ومهم قوي كمان. لما كنتش مهم ما كانوش كلموني. المهم بقى انك يا اما تعمل اللي هم عايزين يعملوه، يا اما تسيب الملعب للي بيعرف يلعب. انا اقدم منك في الملعب ده، ده ملعبي وعارف كل حاجه فيه. انت بقى اللي مش عارف الخطر اللي انت موقع نفسك فيه. لو النبي عارف، وعارف كويس، وحاسبها كويس قوي كمان. خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا وبلغت وقضي الامر. لا، بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه باللي بينكم، مشاكلكم دي تحلوها مع بعض. انا اللي ليه ان العمليه هتتعمل، والعملية دي كبيرة ومهمة قوي بالنسبة لي، وما عنديش أي استعداد لأي لعب تحت الترابيزة. لعب تحت الترابيزة؟ طب بتقول لي أنا كده يا نوح؟ ده بيزنس يا سليم، بس أوعدك بعد ما تقعدوا مع بعض وتحلوا مشاكلكم العائلية هنبقى نقعد ونتفاهم. أنا هدخل الشحنة وحشرف بنفسي على تأمينها عند المنفذ، وأظن أنت عارف كويس قوي ده معناه إيه. ممكن تسيب الموبايل بقى وتردي عليا؟ أرد أقول لك إيه؟ مين شهد اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا ما بكرهش في حياتي قد اللي بيستهون بيا وبدماغي يا يوسف. قلت لك تعرف واحده اسمها شهد، ان انت ناوي تتجوزها كمان. اللي انت بتقوليه اسمه تخاريف على فكره. اكمل لك التخاريف؟ انا عارفه ان خطبتنا دي مساله وقت وهتخلص، بس انا كنت مديه نفسي فرصه ان انا احبك، وان انت كمان تشوفني حبيبتك. بس انت ما شفتنيش يا يوسف. أكيد بعد كل اللي قلناه ده ما ينفعش نكمل. يا ريت تعدي على بابا وتقول له إن خطوبتنا اتفسخت. رودي، صدقيني أنا يوسف، من فضلك إيه في الموضوع ده وما تتكلمش فيه تاني. إحنا بيتلعب بينا، وما بقاش في أمان دلوقتي ناحية أي حد. الشركة بتزنقنا، ويا إما نساعدهم في دخول السلاح التقيل، يا إما يهدوا الرصة كلها ويرجعوا يرصوها من جديد. وفي الحالة دي طبعاً إحنا برا. الشركة دي مفيش غيرها يعني ولا إيه؟ لا، في، وفي كتير كمان، بس يعني المسألة مش بالبساطة دي يا عم يحيى. دول مش تجار خضار، دول تجار سلاح. وايه المطلوب؟ الشحنه دي هتخش من الحدود الغربيه، واحنا ادينا هناك مش طايله، لان المنطقه دي طول عمرها كانت تحت سيطره هاشم الذهبي ورجالته من بعده. مين اللي هيدخل الشحنه؟ نوح. لا، انا كده ما بقتش فاهم حاجه. هو نوح مع مين بالظبط؟ ما هو احنا قاعدين دلوقتي عشان نناقش الحكاية دي، فعايزين نروق كده ونهدى عشان نعرف كل واحد هيعمل ايه. عسامة يا عسامة، أمل لك ست البنات، قلت لها مرحب يا حلوة، جالك مرحب سلامات. عسى بيت عسى بيت، يا بنت ست البنات، قلت لها مرحب يا حلوة، جالك مرحب سلامات. عسى بيت عسى بيت، يا
أبالي ست البنات يا غرام. لا مرحب يا حلوة بلد غرام. مرحب سلامات أبالي ست البنات قلت لها مرحب يا حلوة بلد مرحب سلامات. كيفك يا ست البنات؟ أخيرا يا غرام رح تصير زوجتي وتقفل علينا خيمة واحدة. إن شاء الله تصير زيشت الهنا عليك. وعليك يا ست الناس إن شاء الله. جهزت خيمة العرس؟ هات حالي فيها من ليلة مبارح لليوم وصاير لكتب من 20 مرة رايحة جاية عليها ولسه بدي روح تاني. هانت يا غرام رح تصير زوجتي وتصيري ست حريم القبيلة كلهم. مين اختار مكان الخيمة هذا يا غرام؟ عمتي كحلة. ربنا يرضى عليها عمتي. السلام عليكم سيف بيه. وعليكم السلام. ازيك عساف؟ الحمد لله سيف بيه. بقول لك ايه، في رجاله هتجي لك مزنوقين في البضاعه المدفونه عندك. يا سيف بيه، عرس بعد كام ليله وما بدي حد يخط القبيله لاجل ما حد يتقصى بيه. يا سيدي الف مبروك، ربنا يتمم بخير. بس انت عارف ان الناس دي قلق واحنا مش عايزين نعمل معاهم مشاكل، وبعدين فلوسهم حاضره مش عايزين نخسره. الفلوس اللي هتجي لك من الرجاله حلال عليك، دي نقطك. الله يرضى عليك يا سيف بيه، متشكرين. ماشي ماشي سلام. مين هذا سيف؟ صنت علي يا غرام؟ ما بتصنت عليك ولا شيء، شفتك قلقان. لا قلقان ولا شيء، هذا رفيق كنت بعزمه على العرس. الله يرضى عليك. واحد واحد بس واحد. كيفك عمتي كحلة؟ انت مش متخيل يا عمي انت حمستني ازاي بوجودك هنا، ومبسوط جدا ان خط الانتاج عجبك. انت اللي مش متخيل انا حسيت بايه اول ما شفت خط الانتاج وشفت المصنع ردت فيه الروح من تاني. ياه، انت رجعتني سنين طويله لورا، فكرتني بالحماس اللي كان ماليني اول ما فتحنا المصنع ده انا وابوك. بصراحه يا عمي انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اعمل كل ده، بس الحمد لله اهو شغال وبطلع انتاج. حاسس ان انا بعمل حاجه مهمه فعلا. لما بشوف العمال والبيوت اللي مفتوحه من ورا المصنع ببقى عايز اشتغل اكتر واكتر واشغل ناس اكتر. وعشان كده ربنا هيكرمك وهيكرمك اكتر لو رضيت اللي منك اللي من لحمك ودمك. اه انت جاي بقى عشان كده مش جاي عشان تبارك لي يعني؟ يا دي انت ما تبقاش حمقي قوي كده. طب انا عايز اسالك سؤال، انت ناوي تمشي لحد فين في المشوار ده؟ هتقطعه طول عمرك؟ لا يا عمي، بس انا مش مستعد اراضي حد على حساب نفسي. ده مش حد، ده اخوك واخوك الكبير كمان. وبعدين يعني اللي انت عملته معاه مش حاجه سهله وبسيطه، انت ما دستش على رجله وهو ماشي، ده انت ضربته بالرصاص. طب ما هو كان هيضرب على حسن نون. خلاص بقى خلاص يا حازم، مش هنفتح في القديم. الله، ياد خلي ابوك يستريح في تربته، خليه يفرح بيك وباخواتك وبنجاحك في المصنع. وبعدين انت قلت بلسانك انك مش هتقطعه طول العمر، صح؟ طيب لو ما اتجمعتوش دلوقتي واحنا مستهدفين من كل حته زي ما انت شايف، هتتجمعوا امتى؟ شوف يا حازم، العطارين اول ما يقربوا يقعوا ما بيسندهمش غير حاجه واحده، انهم يتلموا على بعض ويحطوا ظهرهم في ظهر بعض. ده مش كلام انا، الزمن هو اللي بيقول كده. ماشي يا عمي، اديني فرصه افكر. عايز لما اخد قرار زي ده باخده بالرضا مش بالغصب. وماله يا حازم، براحتك، خد وقتك وفكر زي ما انت عايز وخد قرارك بمنتهى الرضا، انا مش هغصبك على حاجة. بس انا عايز افكرك بحاجة واحدة بس،
تنسوش ان انتوا اخوات.